مشاهدينا، لكان كريمة الليمون أو الليمون كريم هي وصفة بتتألف أكيد من عصير ليمون 300 ملي، كاسترد باودر أو نشا 30 جرام، زبدة 1555، لا عم بمزح، زبدة 300 جرام مشاهدينا، 110 سكر، 110 سكر، 6 عدد بيض وأربعة عدد صفار بيض. عندي طبقها مثل طريقة الكاسترد كريم أو الكريم باتيسير. عصير ليمون بالطنجرة، ولا تعرفوا إنه عصير ليمون فريش، منشيل هالبذرة منهم، البيض والصفار بالبول، بحط معهم 110 جرامات من السكر، وبحط معهم 60 جرام من الكاسترد باودر او النشا. بيبقى عندي هون سكر والزبده رح نضع بالاخير، السكر رح ينزل مع عصير الليمون. وهالطريقه لازم نكسرهم نخفقهم مع بعضهم مثل طريقة الكريم باتيسير قلنا، أو طريقة الكاسترد كريم. هالكريمة عم نحضرها تتكون بشكل حشوي للكب كيك. وطبعا بعد عنا اليوم وصفة الليمون كب كيك ووصفة الإيطاليان ميرينج أو الميرينج على الطريقة الإيطالية. أوكي، أنا عندي هون مجرد ما يغلي عصير الليمون رح طبقه فوق الصفار والبيض السكر والكاسترد باودر، وطبعا السكر ال 110 تانيين، أنا عندي 110 و 110 هون، رح نحطهم معهم وبنطبقها مثل طريقة الكريم باتيسير. وبالاخر بالاخر بنوضع 300 جرام من الزبده. ما تخافوا من كميه الزبده عن جد، لانها وصفه كثير طيبه. فيكم تستعملوها هالوصفه مثل ما قلنا، فينا نعمل تارت، فيكم فيها تكون حشوه للكب كيكس، وفينا اذا عم نعمل ليمون كيك عم نعمل سبونج كمان فيها تكون حشوه له، او كريم بناخذها مع السكونز او مع الترويقه كمان مع التوست والمربى. سو وصفه يعني ولا اطيب من هيك، مع الماسكربون تشيز كمان ولا اطيب. هيدي الوصفه فيها تكون كمان اساسيه من الكريمات اللي فيكم تحتفظوا فيها بالبراد عندكم او بالفريزر. انا هون عندي كسر المزج كله، الصفار والبيض والسكر مع بعضه، والكريم اغلى. راح اعمله هلا، رح ننزل السكر ونحركه مع عصير الحامض. ما شايفين، رح ارجع نزله فوق هيدا المزيج تدريجيا مع التحريك لانه سخن كتير. اوكي، ورح رجعهم على النار وفي انطر للوقفة الثانية لفرجيكم كيف بدها تطلع. انطرونا بعد شوي رح نكمل. قال انا بحكي كثير. لا لا ما طب نزل شوي على الطبق تحتاني، بس ناطر انه عندي عندي 20 دقيقة تخلص هالوصفة. يلا خلص. اوكي غيدة، نحن من بعد ما حضرنا الليمون كريم وجاهزة عنا كرمال الليمون ميرينج كب كيك، رح نحضر الميرينج هلا لانه رح ياخذ وقت. صح. وطبعا على الطريقه الايطاليه اللي هي انه بنحط، عندي هون 200 جرام من السكر، السكر العادي، وعندي 100 جرام من الزلال. أوكي. تقريبا شي 60 ل 80 ملي من المي، يعني رح تراقبوا كيف رح تكون نسبه المي. تراقبوا شايف يا احمد. أوكي. ضروري تكون نسبه المي هيك. بنغليهم على درجة حرارة هي لازم تكون 118. أوكي. بالماضي أنا شرحت، لا 118 كمان درجة الحرارة على النار. بالضبط بالضبط فيصل، ما تصعب لنا عيشتنا هلا. فينا نفحصها بطريقة الشوكة.
طب فرجينا يعني هيدي فيها بولين. هلا هيدي يعني 118 هلا هون هيدي النار ولا النار بعد هون لازم يغلي اوكي لازم يغلي ونقوي النار بنقوي النار شفت على يعني على الاخر اوكي بنفس الوقت عندي 100 ملي من الزلال راح احطهم بالمكنه يعني 100 جرام اوكي وطبعا على طول بيروح معنا رشه ملح على اسم البرنامج عن جد الملح موجود ضروري. بكل شيء مش معقول بالحلو بالمالح بكل شيء اوكي هون بنكون جاهزين مجرد ما انه الحراره توصل لل 118 وطبعا بهالوقت راح نعمل شغله اللي هي نحطها على نار اقوى اوعى ايدك يا غيدا لا هيدا في اوعى ايدك يا غيدا يعني شادي ما عملها بعد يعني هيدي لا ممنوع حدا يعملها اصلا اساسا ممنوع اوكي كرمال نربح وقت وتغلي بسرعه نحن كنا عملنا هزست الليمون كرمال نزين فيه اي هون قبل وقت برشت الحامضه صحيح ليمون وبقلب ليك بصاروا معنا أوه. اوكي فينا اذا بدنا نحفظهم نحفظهم بميتهم اوكي نخلي المي على 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 جنب هذا كرمال انه نزين فيهم وطبعا وصفتنا لازم نحضر هلا فينا نغسل ايدينا فيهم ما بحطوا كلهم فيهم ما في مشكله فيك فيهم برش الليمون دائما بتعمل ماسك على وجهك دائما الصابون كمان بينفع هلا كرمال نحضر وصفتنا اللي هي ليمون كب كيك عندي 300 جرام من الزبده وطبعا رح تطلع المقادير على الشاشه بعد شوي الزبده رح تروح على الميكروويف نذوبها تقريبا شي دقيقتين اوكي عندي عفوا 225 جرام من الزبده 225 جرام من الزبده الوصفه على الهواء بيض عدد 2 سوري صحة ميرسي اهلين قلنا بيض عدد 2 اوكي عندي من الفانيلا 20 ملي حطينا الفانيلا معهم يعني ملعقة تقريبا شايف الفانيلا ملعقة كبيرة كبيرة اوكي فيها فينا نزيد كمان ما في مشكلة اوكي اورايت بس لأنه هون بدي نكهة الحامض بالوصفة وطبعا هون بلش يغلي ننطره كرمال يتكثف شوي هلا رح نشرح للمشاهدين بنفس الوقت عندي من المي 118 عصير الحامض 118 السكر 300 اوه كمان اذا ما دابوا يا غيدا دابوا بعتقد لا دابوا خلص بعد هيك نقطه ما بتاثر كمان رشه ملح او ملعقه نص ملعقه صغيره بالضبط هو هن هيدا زبده جاهزه ومثل ما شفتوا عندي بيض فانيلا سكر ملح اوكي فينا نعمل شغله بعد يا غيدا اللي هي نبرش برش هيدا على البارد بدنا يعني حاطط برش ليموني تقريبا 20 جرام اوكي وفينا نبرش على هالميل ايه اعرض اعرض ببينه هلا هول المكونات كلهم رح نخفقهم مع بعضهم من بعد ما نخفق هالمكونات كلهم مع بعضهم منضيف بقيت المقادير الثانية جاهزين؟ جاهزين أو خلصنا منهم عندي طبعا ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا اللي هي موجودة هون ورح فككها مع المي ولكن هون بس بنراقب شوي بتشوفوا انه بلش يعني يتكثف السكر بلش يتكثف نحن بهالطريقة كرماله ما يعمل بولين معناتها بعد بده غلي نحن بنشوف لننطر لنشوف البابلز لنشوف الفقاقيع يعني لنشوف انه 100% منيحة فقاقيع هيدي بالضبط الجبل العظيمة هيدي فقاقيع ظبطت معي قاف 100% لا مخارج الحروف جيدة عندي انا اوكي لكن هون بهالوقت هيدا ناطرين الفقاقيع يا اوكي اوكي بلش بلش شو اللي عملوا اوكي بدهم شوي انا تقريبا هلا دورت المكنه من قويه على الاخر كرمال تاخذ المزيج كله سوا
هون اذا بدك تشتغلي غيدا يلا اعطيني. اذا حابه تشتغلي بشتغل انا، بس مهم ما توقف حدي ضروري تبهدلنا يعني. برافو برافو غيدا. غيدا اليوم حرام ما انا عارف انه انا هون لابسي زعف، ومع انه خبرتها لازم تلبس كاب 20 سنتي. بعدين انا مش قصيره، انت اسمان لك كثير طويل. شفتي كيف غيدا؟ اوه واو، لعبه حلوه هلا بينبسطوا فيها. ايه اوكي، هون راح انتقل، نزل سكر تدريجيا. ننطر لحظات تيروق السكر، وبنفس الوقت عندي الزلال عم بيقف، بننزله على طرف المكنة تدريجيا يعني هيك مثل ما شايفين. بتمنى يكون المشاهدين عم يسمعوا، لانه بين الماشين عندي والماشين عندك يعني اجابهم ماني سامع غير. اوكي خلص وقفت انا هون شايف. اوكي هون برافو. ايه كملي بليز، كمل تكرم عينك. ما بعرف اذا طالعه طوشه كثير باستديو، بس ما فينا نخفف المكنة ابدا. اذا ما سمعونا ثلثنا وقولوا. ايه اوكي الخفيف غيدا غلي. هون بنضيف عندي في خطر هلا؟ ما في خطر. 118 ملي من عصير الحامض. بنخفف المكنه يا غيدا. اوكي هالقد؟ لا هيك طفيناها يعني. طب انت طفيتها مش انا. اوكي عندي كمان ملعقه من بيكربونات صودا رح احطها مع 118 ملي من المي. بعدنا ماشيين قلنا حطينا الملح، لازم نحط هلا لبن 118 جرام يا جوزيف ويا ميلاد. اذا عم تحضروني 118 ل 120 وفيها تكون 118 ونص كمان. لبن بالمي تبعيته كمان. لبن لا مع ميته يا ما بيأثر. اوكي لكن حامض واللبن صاروا موجودين بالوصفة. هلا عندنا المي مع بيكربونات الصودا. مع بيكربونات الصودا، ولكن أول شيء رح نعمله ننزل هلا الزبدة. هلا اللعب الحلو ونطرطش. ايه. على غيدة. على غيدة. ايه ركز علي. اوكي انت. يلا بهالطريقة مثل كأننا عم نعمل مايونيز. عن جد صار شكلها مثل مايونيز. اوكي بس بدي اخبرهم شغله كمان هون غيدا، ما يخافوا من الوصفه اذا مثل شافوا الزبده فرطت او شيء. ما يخافوا من الوصفه هون. هون المشكله يا غيدا. اوكي اوه هلا شفنا انه صور بكربونات الصودا. ايه. فينا نطفيها؟ فينا، نحن اللي فينا نطفيها. هونيك الطوشه عنا صارت جاهزه، نحطها على الخفيف. بيبقى عنا غيدا هلا شو بعد فيها هلا؟ بدنا نحط الطحين. بعد ما خلصنا هون. بعد ما خلصنا لنرجع. عندي 250 جرام من الطحين، اكيد عجلته وسجلته الوصفه. اوكي برافو غيدا، شوف شو شاطرة غيدا. اوكي بنفس الوقت اللي لازم يصير عندي كب كيكس رابر او التري، بتنقوا السايز اللي بدكم اياه. بتكون غيدا خلصت الوصفة. ايه نحن بنحط بيبر كابس او فناجين الورق موجودين هون. بعد الصوت عنه. اوكي صاروا موجودين عنا، وطبعا شكرا غيدا. خلاص يعطيك العافيه. ميرسي كثير، شكرا، ابدعت اليوم. حاسب على الباب بليز. يلا في تيبس كمان. ايه كمان. اوكي لكن بهالطريقه. اوه يلا ها اعطيني اذا بدك. ايه ولو يا اهلا وسهلا. هون صارت الوصفه جاهزه عنا، وطبعا لازم
نحركها شوي لانه المكنه ما راح تاخذها كلها. هي المكنه مش العطل فيها. لا 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 ما خصني. انت عن جد عملت شغل رائع اليوم على الاخر مثل ما شايفين، وبفضل وبنصح بهالوصفه انها ترتاح بالبراد لمده 4-5 ساعات وبعدين نرجع. لكن هي تحت لك اياها بالبراد. بس هلا رح نشرح للمشاهدين طريقه بعرف يعني منا صعبه ولكن ضروري نفرجيهم لوين لازم نسكب فيها، لانه هيدي الوصفه ما بتقب كثير مثل معودين عليها بالكيك. صح، بدنا نعبي لفوق فوق، فبدنا نعبي للشفه. وهيدا المقص وينه عندك هون؟ بالجرور هون. اوكي اوكي ثانك يو ثانك يو، اهلا وسهلا. اوكي بهالطريقه هون لهيدا المستوى. لفوق فوق للشفه. ايه اوكي مثل ما شايفين بدنا شيء ثاني يوصل للشفه. هلا هلا يخلصوا جاهزين. اوكي هيدي جاهزين. اوكي هلا نحن رح ننتقل. بدك هي حتى بالبراد؟ هيدي خلصنا منها، فينا نحطها على جنب. بدي اعزبك براد ولا براد بليز؟ براد اذا بساعة وخليها على جنب حتى نشوفها. اوكي هلا راح يصير، راح نزين و فيني جيب اللي خالصين الكب كيك. طبعا الميرينج عندي هون جاهز، برد الميرينج عندي هون. وهلا المرحلة الأخيرة راح نفرجيها للمشاهدين. فيني جيبهم؟ ايه بليز. تعبت أعصابي أنا عم بتفرج عليهم. اوكي ثانكس. بعد في كمان الموجودين على التري. هاو طلعوا قدامنا هون، ما عاطين كثير، ما اخذين حراره من الوج. ايه ما محمص يعني، في منهم محمصين على درجه وقت. حراره 150 150 بنخبزها على درجه حراره 150 قد ايه وقت؟ لمده 20 دقيقه بفوتوا بالفرن. فيني بلش اكل رويده لانه اعصابي تعبت؟ حاطين 20 دقيقه هلا كرمال نكمل تحضيرهم. اوكي خلينا نعطيك بعد في وحده هون. عامل شغله اللي هي مثل ما شايفين الرابرز موجوده هون، فينا نشرح عنها كمان وفينا نعمل فضل. شغله شكرا غيره. لا من غيرة. شاف ولا من دري. اوكي بس. ما شفت شيء صحتين. اوكي بهالطريقه هيدي. اوكي عم نعمل بشكل انسرت، فينا نحضرها قبل بوقت الليمون كريم. وطبعا عندي الميرانج الايطالي جاهز كمان بيروح معه برش ليمون. فينا نكمل هون بس خلينا ننهي. سوري. اوكي فينا اذا ما عندنا نوزلز او سميها الدوي، عنا الكيس، فينا نقص الكيس على سماكة معينة. هيدا الميرينج الإيطالي طبعا نطرناه كرمال يبرد. لصراحة الميرينج بينطر يعني. أوكي. نطرنا ولقينا بالآخر. ايه بقول صبرنا وقدرنا. صبرنا ولقينا. ولقينا. طيب مثل ما بدك. مسز أمثال. ايه ما هيك. اوكي. بهيدا الشكل. وأنا عم ضحك عليه وبتعطيني إياها هيك. ما وانت عم تعمل هالعمايل بعدين. واو هلا رح تذوقيها اكيد. حلو يذوق الواحد كل شغله ما يعني ما تكون الكومبينيشن كلها سوا مع بعضها بهيدا الشكل. وخلصنا منا. اكيد المشاهدين بيكونوا عم بيقولوا خي من زمان يا ريتها اكلت، وقفت حكي. بتوفر قولي. أنا لو عارف هيك بأول حلقة يا بيدا كنت حضرت لك شيء جاهز. هالقد مزعوج من حكي؟ لا بالعكس افتكرت أبدا ولا ولا حتى أنت يا فيصل. لا بالعكس على سلامتك يا بيدا ما في منك. أوكي حرقني هون خلصوا. نحن شو حضرنا هون؟ حضرنا هيدا الزست بيركب هيك على الوجه. ايه انا معك معك انا متابعة بهالطريقة ليك ما اجملهم. لا بلا وحدة بلا زيست. و
بحب كمان هلا نفرجيهم